مشكل ياك. الريفي ما بغاش يتشد، ما عرفتش علاش، خطيت كل شيء انا كان ديزاكتيفي الويفي وكنخدم بالكات جي، سي بوكو ميو. حسن. لاباس عليك. اوف اخيرا انت الناس كيقول باش ما غنتفرجوش اليوم، دوك يصيفطوا لي دي ميساج باش ما كاينش لايف اليوم، كلشي كيتسناك. صافي حنا غنتفرجوا اليوم وغنتلاقاو هاجر، وغادي نتعرفوا على هاجر اللي كان عندها شي سؤال، يبقى معنا حتى الاخر ديال اللايف، وغادي يطرح سؤال ونقراو الاسئله ديالكم. وهاجر هي معكم اليوم باش غادي تجاوب على الاسئله. دونك هاجر، فين كونفينيا؟ انا دابا في بني ملال. داكوغ. في بني ملال. سكنت في بني ملال هاد العام هذا. دونك كنت هاد الكونفينمون كنت ديجا هنايا وبقيت. داكوغ. كيداير الكونفينمون في بني ملال؟ مزيان. مزيان الناس ديال بني ملال. كاين شي صهد؟ كبيرة الناس ديال بني ملال. زوينة هذيك المدينة، أنا كتعجبني بزاف، قلتها لك ديجا. مزيان بزاف بني ملال، والناس ديالها طيبين زوينين. والحمد لله ما عندناش بزاف ديال لاكا، وكنتمنى الناس يبقاو هكا، بقاو هكا كونفينا زعما ان شاء الله. ما هي الحمد لله، دونك الناس ملتزمين بالحجر الصحي وجالسين في ديورهم. سي بيان. الحمد لله وي. سي بيان. قول لي، بالنسبة لك الكونفينمون هو فرصة باش تجلسي في الدار وتفكري في مشاريع جديدة أو لا هو الملل؟ كاين شوية ديال الملل ما نكذبوش ضروري سورتو ولكن الحمد لله بدا تتلقى شوية الوقت للوليدات للدار، و أوسي كتجلس مع راسك، يعني ما كتبقاش غير جري جري جري، كتفكر أشياء، يعني كتشوف الأولويات ديالك في الحياة. صحيح. دونك شنو هي أحسن حاجة سمعتيها اليوم؟ كود كوغ ديال اليوم. كود كوغ ديال اليوم. ما تقدر ريزو ياك؟ ما تقدر، ما بغيتش يجبد لينا الريزو. لا اليوم، اليوم ضحكني ولدي الصغير سامي. فيو كو ما كنديرش بزاف ماكياج اي تو، فاش شافني قال لك فين غادا؟ قال لها فين غادا؟ قال لي ماما كتشبهي طاطا فاطمه خير. سلامتو. سي فري كي شبه شويه مع لا كولور دو شوفو جو بونس ياك. ماش بوندون تورناج بزاف اللي قالوا لنا كاين الشباب. كاين صحيح، شفتو ملي بدلتي لا كولور دي شوف. دونك وشي حاجه ما زويناش ديرونجاتك اليوم شنو هي؟ اليوم في حاجه الحمد لله كلشي بخير الحمد لله. زعما خفت ما كنبغيش نديرونجا. الحمد لله. دونك شنو هي اغرب حاجه وقعت لك في الكونفينمون؟ في هذا الكونفينمون عندنا دي كانار دي زوازو طويرات و بادو لينا، وخرج لينا ان بوتي بوسان، واحد الوازو صغير زويون، يعني في وسط هذا الوباء وفي وسط هذا حسينا بواحد لاسبوار، واحد الامل. مبروك الزيادة. شو سميتو؟ كويز. دراري سماو كويز. كويز. سي بيان. كيونسهم شوية. فرحانين. كيعطيو لومبيونس. كيشوفو كيكبر نهار على نهار، زوينة بوغ لي زونفون. بصح حنا والله إلا عطينا أمل في الحياة. سي فغي. ألوغ شنو هي أكثر حاجة توحشتي؟ أكثر حاجة توحشت هي المسرح. مالوزمون قاع القاعات المسرحية دابا هي كلشي سد. مزيان سدود، توحشت بزاف لاسان، توحشت المسرح. كاين شي تورني جديدة دابا كديرينهاش؟ مسرحية جديدة حاجة؟ كنا غادي نبداو، كنا دايرين اون دات باش نبداو دي ريبيتيسيون، ومالوغوزمون
لو كونفينمون ما خلاناش نبداو هذا ان شاء الله ان شاء الله مورا يسالي هذا الشيء ان شاء الله ان شاء الله vous allez reprendre ان شاء الله c'est une pièce pour enfants قليل الاعمال ديال الاطفال malheureusement زين اللي فكرتوا في الاطفال سي بيان دونك وان شاء الله ورا الكونفينمون نلقاو فين نتو وليداتنا يتفرجوا ياك ان شاء الله يا ربي ان شاء الله مرحبا الوغ شنو هي اول حاجه غديرها من بعد ما يسالي الكونفينمون نمشي للبحر كنجري الرمل واخا تكون الشتا تمشي للبحر تحشت البحر بزاف فيك انا بنت الرباط كيف فاش جيت للمدينه الجبليه جاني بزاف هاد الحنين للبحر شوف الزروقيه وهذاك الافق ديال البحر توحش بزاف ملي بلا معروفه بالطبيعه ديالها زوينه بزاف فيها طبيعه خلابه ولكن كينقص على البحر بيان سور لي مكابر في البحر وداك الشيء كتجي صعيبه شويه لا هي الطبيعه زوينه بزاف يعني ملال غزالة غزالة سي فغي أنا شنو بدل فيك هاد الوباء شنو بدل فيك هاد الجو اللي حنا عايشينو هاد الجائحة اللي حنا عايشينها شنو بدلت فيك؟ بصح الواحد كيبدا يفكر كيقول شنو كاع شنو هي هاد الحياة يعني علاش الواحد غادي يبقى يفكر ويخمم ويبروغرامي علاش عيش اللحظة زوينة كون زوين كون فرحان وما تقلقش راسك صح هاد القضية هادي اللي أمنت بها في هاد الكونفينمون ما خصناش نتقلقو خصنا نبقاو ديما فرحانين راش قرينا ديك عندنا حياة اللي عايشين دونك الواحد يبقى ترونكيل دونك لا للأعصاب هادشي اللي استفدتي انتي منه ياك للأعصاب ما يتعصبش الواحد تيكي تيزي انا بالنسبه للحياه الشخصيه ديال هاجر غندخلو نتعرفو عليك شويه لان كنظن بان الجماعه ديالنا شافوا العمل ديالك كيعرفوك كفنانه كممثله عبر الشاشه ولكن ما كيعرفوش هاجر بزاف ياك مرحبا فين تزاديتي هاجر تزاديت في الرباط داكوغ شحال نتوما ديال الخوت حنا ثلاثه ديال الخوت انا الكبيره انا كبيره وعندي اختي وعندي خويا الله يخليهم لك قول لي وقتاش ساره ومهدي ساره ومهدي الله يخليهم لك كوكو ساره ومهدي انا واقيلا شفت ساره ياك متبعنا ساره انا كاينه وانا ساره في اللايف متبعنا كوكو ساره تبعنا في ظل الاخر انا قول لي امتى بانت الميولات ديالك ديال التمثيل واش في الصغر ولا حتى كبرتي حتى كبرت انا كنت طفله حشوميه بزاف بزاف لدرجه لافامي والاصدقاء وداكشي فاش عرفوني غادي ندير التمثيل جاتهم فيزا وانا حتى دابا حشوميه زعما ماشي انت يا بنت الهدوء شخصيا غتكوني هي هاجر كريكا الهدوء والكالم انت واحد الانسانه رائعه كلا زين اتيتود ملي كتكون جالس معاها كترتاح حسيت براسي صافي وصلت لواحد نمشي واحد النقطه صافي ستوب ما كنت سيونتيفيك وكنت كنقرا مزيان وهداك الشيء كامل دونك مع الباك مع ستريس واحد لقيتها قلت علاش غير على هذا الشيء هذا بغيت شي حاجه نخرج فيها فوالا وبقيت كنقلب شكون اللي نصحك بالمسرح قلبتي راسك بغازار قلبت راسي وكنت مشيت عند الموجهه قلت ليها بغيت شي معهد المسرح قالت لي لا عندك دي بون نوت ما غاتمشيش ديري المسرح سيري ديري ميديسين قلت ليها لا عطيني عفاك على عنوان المعهد المسرح داكوغ دونك الموجهه من بعد قالت لك هالمعهد اللي كاين ودفعتي الفيزا لك دفعت الفيزا ديال المعهد العالي للمسرح والتنشيط الثقافي
دونك الوالدين ديالك شجعوك في الاول ولا كانوا ضد الفكره ما تقبلوهاش؟ ماما وقفت معي، ماما شجعتني. بابا شويه في الاول كان متخوف وكان باغيني ندير شي مجال اخر، حتى هو كان كيهضر لي على ميديسين كوميرس و سورتو كو كان عندي دي بون نوت. فهمتيني، ديما الاباء كيبغيو دير شي ايكول، بيان سور ولكن من بعد الصراحه ساندوني وقفوا معايا وعجبهم الحال، اللي شافوني انني بغيت نفتح هذا المجال. هذا شنو تبغي تقولي لوالديك اليوم؟ اليوم عيد الام، وكنبغي نقول لماما كنحماق عليك، الله يخليك ليا، ديما واقفه معايا. يعني فاش كنمشي انا نصور، فاش كنمشي للخدمه، هي اللي كتبقى مع وليداتي، هي اللي مسكينه فريمون عزيزه عليا بزاف، الله يحفظها ليا. وهي مريضه كنقول يا ربي تشافيها، يا ربي تشافيها وتشافي جميع الامهات، يا ربي يا ربي تشافيها وتسمعك على اخبار الخير، يا ربي يخليها لك. يعطي مع البعد، توحشتهم بزاف، توحشت بابا. ما تبكيش يا عزرا، ما بغيناش نبكيو حبيبه، الله يخليهم لك ان شاء الله. غير قريب غادي نجمعو، الله يشافيها. تكون كتفرج فينا خالتي دابا وقيلة، ملوش غادي تبكي، غادي تفقصيها خالتي. هاكا تضحك، هاكا تضحك. انا حتى انا غادي نستغل الفرصه، غادي نقول لماما لي انا نهار كامل ما عيطتها، قلت لها لا عيد ام مبارك لا حتى شي حاجه. بغيت نقول لك ماما كنبغيك، ويا غانمه كتبع دائما معايا الفقره ديال لاباس عليك، كنبغيك ماما بزاف، الله يخليك لينا، والله يشافيك حتى انت ويخلينا جميع الامهات. ميرسي، حكا حماق عليك. وبغيت نقول حتى للا فاطمه خير، جو بونس كاينه معنا في اللايف، بغيت نقول لها عيد تحيه كبيره ليها، وحتى هي عيد ام سعيد ليها، بيان سور حتى هي ام سعيده زينه وفنانه كبيره، فنانه كبيره، تحيه كبيره ليها، وتالقت في مجموعه ديال الاعمال غنيه عن التعريف ما شاء الله عليها. شرف لي انني وقفت قدامها، وكنت ديما كنتمنى انني نلعب مع فاطمه. تشبهك بها مؤخرا؟ بزاف كيقولوا لي انني كنتشابه، وهذا شرف. سي بيان، اوكي سو باسون اوتر شوز، حيدوا من هذا الشيء ديال النيجاتيف، خلينا في البوزيتيف والضحك، حنا راه مقهورين اصلا. جبتيني، لا جبتك، ما حسبنيش اختي، ما حسبنيش، انا راه شاده. الوغ قولي لي، تفكري معايا شي اغنيه زوينه كنتي كتصنطي ليها فاش كنت صغير، ودابا فاش كتسمعها كترجعك نوستالجي للصغر؟ فاش كنت صغيره كان كيعجبني بزاف عمرو دياب. من كام سنه وانا ميال هي ولا ماشي هي؟ قولي لي اين اغنيه ديال عمر دياب؟ اشكون هادي غالبا؟ هي دي من كام سنة وانا ميال ميال. شنو الاغاني الاخرين؟ شافوا لي دابا صافي، دونك حتى ترجع ماشي مشكل، باقي اللايف طويل. انا قولي لي بالنسبة للمرة ما درتي لي زادك، انت تعرفتي على الزوج ديالك في زادك ولا من بعد زادك؟ تعرفت عليه قبل من زادك. قبل؟ وي صاحبنا كاريمون، عاودي ليا. تفكروا ليا من الزوينة. وي كنت سمعت لي زادك، وتلاقينا في الصيف اللي قبل ما ندوز الكونكور، تلاقينا في واحد لاسيات دزايات، وكنا ديزاني قرابين بزاف، وكنا أصدقاء بزاف، فهمتي؟ صداقة اللي تقلبات حب من بعد. أنا سي بيان، كنقدرو نجلسو نتعاقدو نهضرو، ومن بعد لقينا أنه حب. كيفاش تقلبات هاد العلاقة؟ كيفاش قال لك تزوجي بيا؟ كنتو غير أصدقاء تتزوجته، قولي لي تفكري معايا هذيك اللحظه بالضبط. هو كان مرض رضا،
وبقات ليا بزاف لدرجه تنقول ما يمكنش، ما بقيتش كنعس، ما بقيتش يعني تبرزت بزاف. وتما حسيت ان شي حاجة ماشي صداقة، شي حاجة أكثر. ولا نمشو كي هاجر. هذا الاحساس زعما راه قوي بزاف، راه ماشي صداقة. ما كان لديك انكو راه مضره، انا تقال لك نوضي نتزوجو ولا كومون سا سي باسي؟ ما بقينا يعني تكملنا قرايتنا فسالينا لي زاداك، وصافي فسالينا لي زاداك قلنا خصنا نتزوجو. دونك جوست ما ابخي ما تخرجتو. فوالا غير تخرجت جون صار خطبني وديك السي وزوجنا. داكوغ، شي اغنيه كانت كتفكركم بهذيك الفتره ديال الخطوبه بجوجكم، او انت كتصنطي لها وكتفكرك بهذيك الفتره؟ كنا كنصنتو بزاف الناس الغيوان. داكوغ، جادور سا. كيعجبو الناس الغيوان، دونك الناس الغيوان ديما كيفكروني بريض. داكوغ. كنحييه كنقول ليه اه هو كاين رضا، سلمي عليه بزاف. رضا، رضا العبيدي، وكذلك رضا العبيدي. رضا العبيدي صحافي معنا في القناة الأولى. دونك رضا عبد اللهوي زوج ديال هاجا، كنحييوك. وانت كذلك فنان، كنعرفو بأن سينوغراف ياك رضا، سينوغراف ميتور اون سين. فوالا، تحية ليك. قول لي كاين شي مدابزات دابا وحدك ما غاديش نهضروا فيه هنايا، قول لي نمشي يتفرج فينا. ماشي ولا لا، راه كيتفرج هو فيها، يتفرج فينا ما يسمعناش هكا باش كنص ناخذ راحتنا حنا. لا ما كيتفرجش. فاش كتخاصموا هاجر شكون اللي كيطلب المسامحه وكيتصالح، انت ولا هو؟ الصراحه هو مكالمي عليا، هو بيو مكالمي عليك انت يا ديجا، مكالمي هو مكالمي عليك. واو، عندي واحد لاشارج كطلع مرة وريضة. هو عقلاني زين، يعني في الوقيته اللي كيكون فيها كتكون طالعة على لاطونسيون، هو ديما هو اللي كيبقى العقل، هو العقل. وفي الصراحة أنا فاش كنكون غلطة كنمشي نطلب السماحة، وحتى هو فاش كيكون هو اللي غلط كيجي السماحة. كذب شادي. قولي ليا، شهادة ميلاد وقضية العمر هما العملين اللي طليتي على الجمهور ديالك بيهم في هذا رمضان، نهضرو شوية على الخدمة. كيفاش كانت التحضيرات ديال بجوج شخصيات؟ واش كان تغنج أو ميم طون ولا متباعدين؟ كانوا لي تغنج متباعدين، كنا صورنا قضية العمر قبل بزاف من شهادة ميلاد. يعني خديت وقتي في لو بيرسوناج الاول بوحدو، وسالينا لو تورناج، وخديت وقتي عاوتاني تقريب السيناريو كلشي، عاد صورنا شهادة ميلاد، ما كانوش يعني متقاربين. شكون الشخصية اللي خدات منك اشتغال اكثر، وقت اكثر في الاشتغال؟ الصراحة يعني انا كل شخصية كنحاول نعطيها وقتها الكافي، كنحاول نعطيها وقت زعما وقتي كامل، غير هي الشخصية ديال وجدان شهادة ديال قضية العمر شخصية شوية صعيبة، يعني شوية خدات مني. كنت خايفة أنني ما نعبرش بصح على المعاناة ديال الإنسان المعاق، وكنت هزت على يعني على كتافي هاد الهم هذا. كنقول بصح خاصني نكون عند حسن ظن الناس اللي معاقين، ونحاول نخرج المعاناة ديالهم بينها في التلفازة، يعني كيف ما هي كيف ما خصها تكون. الأداء ديالك كان متميز وفريمون مؤثر بزاف، أنا تبعتها فريمون تخي تخي توشونت هذيك الدور. شكرا. ألوغ ما بين الدور اللي درتي في عز المدينة وفي شهادة ميلاد وفي قضية العمر، شكون الدور اللي كتحسي بيه قريب أكثر للشخصية ديالك؟ قريب لهاجر قريقة زعما ليا أنا واحد فيهم، حتى واحد فيهم صح. شكون الشخصية في الثلاثة اللي تبعتك في الاشتغال عليها؟
ما الصراحة ما نقدرش نقول عذبتني ولا ما عذبتنيش، كثر من اللي أن كل شخصية هي يعني عمل، يعني فاش كتدخل ليه كتعطيه الجهد كامل، فهمتيني، كتعطيه لو كور ديالك، كتعطيه أحاسيس، كتعطيه دمك، كل شيء. يعني أنا بالنسبة لي الخدمة كاملة صعيبة، كتدخل ليها، كتخشى فيها، كتعطي كل ما عندك. ما يمكنش نقول هنا عطيت شوية هنا، لا، هي فهمتيني صراحة كنقول. هذه القضية كنتمنى لك الاستمرارية والنجاح وإن شاء الله المسلسل ينجح، وتحية للمخرجة ديال المسلسل إلهام العالمي كذلك. جيسبر تكون كتفرج، بإذن أنا الله، ماما كتفرج اليوم، ما عرفتش غتكون ولا لا. تحية الإلهام، تحية الإلهام إلهام يستاهل بزاف. تجربة إخراجية الأولى ديالها، وكانت يعني في مستوى جيد جدا ولقات نجاح كبير. كنتمنى لها كذلك هي الاستمرارية. إن شاء الله. انا قولي لي الدور اللي باقي ما حققتيش، باقي ما مثلتيش، وكتمني انك تمثليه. بزاف الأدوار، بزاف الأدوار اللي بغيت، يعني بغيت ندير الدور ديال شي دانسوز كيما كانت اون دانسوز. كنبغي يعني أدوار تكون قوية، تكون مكتوبة مزيان، ما كانت تكون مكتوبة تكون قوية، تكون كتقيس المشاهد. الدور كي تا توشي اللي لعبتي وباقي لحد الآن ما نسيتيش؟ واحد الدور في المسرح، هي مسرحية نوستالجيا اللي كانت دايوغ هي البحث ديال التخرج ديالي. هذاك الدور كان مع عادي الأباتورة، تحية تحية لعادي، لعادي، فتوا كان ضيف عندنا في لاباس عليك، وكان ضيف الإخراج خفيف ديال وجميل جدا عادل. ممثل رائع، ممثل اللي بصح كنتمنى ديما نتقاسم معاه خشبة المسرح. والإخراج كان ديال رضا العبدلاوي ديال الزوج ديالي. دونك هذاك البيرسوناج كنت كندخل لاسين أنا وعادل، كنغيب، ما كنعقلش حتى كتسالي المسرحية، كيف كنت كتخشى فريمون في لو رول، ما بغاش يتنسى لي هذا الإحساس هذا. واللي شافو غيقول هذا راه دور عادي، زعما اسهل ما كاين ابارامون، راك هو بلاك فوالا. اوكي، دونك هاجر، الا كان عندك القدره انك تبدلي شي حاجه من الماضي ديالك، شنو ممكن تبدل هاجر؟ شي حاجة كنتي كتمناي تكون في شكل ولا داز في شكل آخر وعندك القدرة أنك ترجعي ليها، فكري معي. ما كرهتش في واحد الوقيته اللي كنت كنتمنى ندير ادوار سينمائيه، في واحد لا بيريود كنت كنتمنى نكون زعما جات شي وقيته فيها ادوار سينمائيه زوينه بزاف. مازال كنتمنى هذه القضيه هذه، ماشي غير الماضي تكون. مازال غادي يجي ان شاء الله، مازال صبر صبر، ومازال غنشوف اعمال جميله اكيد ان شاء الله. يعني انت يا ممثله اللي موهوبه، والناس بزاف يلا تعرفوا عليك في التلفازه، ولكن الناس متبعين المسرح راك يعرفوا شكون هي هاجر كريكا. الوغ الا كان عندك ان سوبر بوفوار شنو ممكن يكون؟ هو أنني نحيد الحرب من العقلية الإنسان، نمسحها، نسميتها الحرب. اوكي، دونك كنعرف بان الممثلين نتوما عندكم واحد الفرصه انكم كتعيشوا بزاف ديال الادوار، بزاف ديال الشخصيات، وكتعيشوا الحياه ديال هذوك الشخصيات باش كتقنوا الدور. الا قلت لك عندك مثلا اسبوع غادي تختاري واحد الشخصيه غادي تعيشي حياتها، شكون ممكن تعزلي كشخصيه؟ نبغي نعيش كليوباتر. كليوباتر تعيشي حياتها، علاش؟ كتجيني اون فام فورت، اون فام لي زوينة، كتعجبني كليوباتر. هذيك لا فورس ديالها ما عندش عجل، بغيت. ما عندش عجل، لا فورس ديالها تمنيت يكون كانت عندك.
بالعكس عندي اون كرون لاكسند. فو كاينه، خصها غير تخرج، خصنا غير شي دور اللي نخرج فيه هذيك لافونس. داكوغ. ألوغ، قراءة شعرية عن بعد هو بروجي اللي دارته هاجر كريكا، هو فكرة وليدة الحجر الصحي أو لا كانت عندك من شحال هادي؟ هي انا قراءة الشعر كتعجبني يعني من دائما، وكنقرا الشعر بزاف، كيعجبني الالقاء ديال الشعر، ويعني لعبت حتى في المسرح. ولكن عندي كونسيبت اللي درتي دابا مؤخرا. لا هو هي الفكرة جاتني في الحجر الصحي، داكوغ. بيسكون كونفيني الناس يعني ما يمكنلكش شكرا لك اكثر باش الناس يتبعوها، لان انا عجبتني بزاف. فوالا، يعني الناس اللي بغى يتبعها غادي يمشي للصفحة الرسمية في الفيسبوك ديال المركز الثقافي الفقيه بن صالح، اللي داير فيه بزاف ديال الأنشطة عن بعد، وكتقول هاد الأنشطة مزيانين، يعني أنشطة ثقافية اللي غادي يعني غتفوج على الناس شوية، باسكو ما كاينش الصراحة ما كاينش الثقافة كلهم. شنو هي الفكرة ديالها بالضبط؟ الفكرة ديالها هو أنني كل جمعة كنختار شاعرة، وكنسطر على شاعرة مش شاعرة شاعر، يعني مؤنث. شاعرة كنختار شاعرة، وكنهضر على هذا الحياة ديالها، نتعرفوا عليها، وكنختار قصيدة كنحاول نلقيها إلقاء زوين، يعني مسموع مزيان باش الناس يتعرفوا على دونك الشاعر. تعرف بإب شاعرة إب القصيدة ديالها. فوالا جميل تفضل. جميل. أوكي دونك أعطينا شي كتاب قريتيه وبدل حياتك، أثر فيك نوعا ما. واحد لو رومان سميتو لو بروميي جو ديال مارك ليفي، ما سمعتش العنوان، عاودي. لو بروميي جو. لو بروميي جور، شنو بدل فيك؟ شنو اللي عجبك فيه؟ عجبتني ليكريتور ديال هاد الكاتب هذا، و يعني فيه بزاف ديال القصص، يعني بزاف ديال الميتي، كل ميتي يعني حطها في حالة كل هذاك الكاتب كان ديجا خدم هذاك لو ميتي، داكوغ. يعني فيه الإتقان، الواحد إلا دار شي حاجة يتقنها. داكوغ، هادي هي الرسالة. فوالا. فوالا. ألوغ بالنسبة لأحسن فيلم ولا سيري شفتيها، كتفرجي شي حاجة في رمضان بعدا؟ متبعها شوية، ماشي بزاف ماشي بزاف، راك عارفة تبعتي شوية. ما تبعتش كل شيء في الوليدات وهذه القطع عن بعد. قبل ما رمضان كنت شفتي شي فيلم شي سيري؟ ما كاينش الوقت. فريمون هاد الدراسة عن بعد تفرق لك النهار كامل. وي. اوكي. الوغ علاقتك بلي ريزو سوسيو هاجر، انتي واش اكتيف ماشي اكتيف؟ كتقاسمي مع الناس المتتبعين ديالك حياتك؟ كومون سا سباس؟ ماشي بزاف ماشي بزاف. ما كرهتش، ولكن ما عنديش زعما بزاف تجاره باش يعني اشاك. هاجر وقيلا قيسة الميكرو، باردون راكي قيسة الميكرو دابا. دابا مزيان. قلت لك ما كندخلش بزاف لي ريزو سوسيو، ابار الا كان عندي شي عمل، يعني هو اللي كنتقاسم مع الناس، يعني كنقول فوقاش غادي يدوز ولا هذا. اما حياتي زعما الشخصيه وهذا ما كان بارطاجيهاش. خط احمر حياتك الشخصيه ما تبغيش تبارطاجيها، ما تبغيش يشوفها الناس؟ لا ماشي كاع، ولكن ما عرفتش كنقول ما عندي لاش زعما نخرج وليداتي في لي ريزو سوسيو، جي با لو دووا. هكا كتجي يعني كنقول يكبروا هما ولا بغاو ديك الساعات تحملوا مسؤوليتهم ديك الساعات الا بغاو هما يشوف. هاي دانس ذا ميرسي من الميريكان كيتفرج فينا. هاي دانس. اوكي شكون هو بما انك ما عندكش مع لي ريزو سوسيو، ما غاديش نسولك على احسن كومونتير واخير كومونتير، هذاك الشيء انت كتوصلي اكيد غير بلي كومونتير زوينين ولا لا غلط؟ السين كاين انا لي كومونتير زوين، ولكن كاين واحد الكومونتير اللي ضحكني شفته غير مؤخرا. شنو هو؟ واحد الولد كتب ليا ملي
مني شفت الفازة وانتي قد عارفة. الحمد لله، هذا من فضل ربي. Ben c'est bien, c'est un commentaire positif. Oui, positif, bien sûr. Donc, le fait de Keynes. Non, بصح ما كاينش دي كومونتير خايبين الحمد لله. ما عمرني زعما قريت شي كومونتير اللي ضرني او لا. اوكي، دونك هاجا انت كنعرفوا بانك زوجه وام لجوج ديال الوليدات، الله يخليهم ليك. السؤال هو كيفاش يعني كتمكن ممثله من انها تنجح حياتها الشخصيه اي لا في بيرسونيل بروفيسيونيل باردون ديالها، كتكون ممثله ناجحه وانت كتعتني بالاسره ديالها؟ هو صعيبة صعيبة، ولكن إلا نظمتي وقتك ممكن. وحاجة أخرى سك كندخلهم معايا في خدمتي، بس كيفاش كيكون عندي أن سيناريو مثلا كنتقاسمو معاهم كنهضر معاهم عليه. ودي كبير مثلا كنقدر نعطيه يقراه معايا، كنهضر معاهم في هادشي كندخلهم معايا. وكيف ما قلت لك ماما هاد بزاف هاد لو كوتي هذا، كتكوني اون تورناج كتخليهم مع ماما كيتو. الله يحفظها لك. وي سي با فاسيل. الوغ ندخلو شويه الكوزينه، قولي لي كي دايره مع الطياب والشهيوات في رمضان؟ مزيان، انا عزيز عليا الكوزينه، عزيز عليا الطياب، واخا ما كنتش كنعرف نطيب مزيان. فوالا، شنو تعلمتي؟ شي حاجه جديده تعلمتيها؟ هو كنطيب كل شيء، يعني داكشي التقليدي، الكسكسو، الرفيسة، داكشي كامل تعلمت ليه، انا ليه. عندي نقص شوية في لاباتيسخي، ما كان عارفش داكشي داكشي مازال. ما دي فرصة كما حد الواحد قال سي تعلم شوية. لا ما تعلمتي حاجة جديدة؟ مرة كنحاول مرة. لا لاباتيسخي كتبغي الخاطر صراحة، اللي ما عندوش الخاطر غير ما يقربش ليها، ولكن انت راه تقدري ديريها. لا ما كنظنش. وما له الطيب البلدي ماشي ماكله. واه انا داكشي مغربي بلدي كيعجبني، هذاك الشيء حتى ولادي كيعجبهم راجلي، وهذاك الشيء الاخر الا كانت زياده مرة نجربوا شي حاجه من الخير. شنو هي الاكله اللي ضروري خصها تكون في لاطابل ديال رمضان؟ ضروري من لا سوب ديال الخضيره سورتو بوغ لي زونفون، وضروري عندنا طاجين في الفطور. اوكي، كتغلطوا يعني عندكم جوج الوجبات ولا وجبه وحده؟ كديروا الفطور من الفطور الفطور ولا فطور عشاء سحور؟ نو، من الفطور للسحور كنديروش العشاء. حين داكشي قلت لك في الفطور كنحطوا طاجين سالاد. دونك شنو هي تفكري معايا اخر سفره سافرتي قبل من الكونفينمون في كنتي؟ اخر سفره سافرت قبل من الكونفينمون ما سافرتش، كانت عندي خدمه، كنا في تورناج ديال شهاده ميلاد. كيف بقيت خدامه اون فوا جيت للدار يلا بغيت نسافر ونرتاح شويه من الخدمه، جا لو كونفينمون. في كنتي بغات تسافري؟ كنت بغيت نمشي انا واختي لتركيا، كنا بغينا زعما نديرو ان فواياج انا اختي، اول مره زعما نسافروا بجوج بينا بلا لي زونفون. هذا صعيب ما كتبش، ما كاينش لي كونفينمون ديوني معاكم. والله يلا انا باغا نمشي. اوكي، سو الله يفوت علينا هاد كورونا على خير. الله ما يدار يا ربي يا ربي امين. نلتزموا عافاكم في البيوت ديالكم، جلسوا في الدار وخليوا هاد الحجر الصحي يدوز على خير. ونصحوا سيغتو لونتوراج ديالكم، لان بزاف الناس شفتهم كيخرجوا مؤخرا بحال هادشي سالا، فهمتي بحال عياو وجاوا بان هادشي سالا ولاو كيخرجوا عادي، غير يعاودوا لنا كلشي ازيرو. جاوني الناس بحال ما بقاوش خايفين بحال صافي. بصح بحال صافي ما كيقولوا هذاك اللي مكتب هو اللي غادي يطرا، وكاع المجهودات ديال السلطات كلشي غيضربوه في الزيرو. زعما حنا ما يمكنناش نعاونوا الا بحاجه وحده، هي اننا نجلسوا في بيوتنا. عافاكم بالله.
مازال ما سالش هادشي، راه مازال الناس كي ياخذوا لو فيروس، ومازال هادشي زعما مازال الحالات كتزايد، دونك راه مازال ما سال إلا الوباء. بغيتو نرجعو لحياتنا العادية يا ربي، عن قريب حاولوا تلتزموا بالبيوت ديالكم، هادشي اللي يقول الواحد وصافي. اوكي ماشي غدا، قولي لي الا قالوا لك جمعي لي باجاج ديالك وغادي تمشي لشي بلاد ولا مدينة، من الغدا غتعيشي فيها، شنو غادي تكون هاد المدينة؟ هزار سمعتيني ولا انا نعاود؟ عاودي عاودي. إذا كنتي إلا جو قالوا لك جمعي لي باجاج ديالك وغادي تباتي جوغو جوغو، واش كتسمعيني؟ هديتيني بحال مبروكيا مبروكياش. دابا كنسمعك دابا كنسمعك. فوالا الوغ قالوا لك جمعي باجاج ديالك وغادي تباتي في شي مدينة واحدة أخرى غتعيشي فيها كاريمون، شنو ممكن تعز لكم مدينة تعيشي فيها من غير دابا بني من الرباط؟ نبغي نمشي لطنجة. تعيشي في طنجة. اوكي سو غادي ندوزو دابا للاسئله ديال المتتبعين، نشوفوا الاسئله ديالكم. اللي عنده شي سؤال هزار مرحبا، هذه هي الفرصه فين غادي تجاوبكم هزار. شي حاجه نسيت انا ما سولتهاش مثلا من قبيل وانا كنشوف الاسئله؟ هاجر واش الزوج ديالك في الميدان الفني؟ جاوبات عليها ولكن ماشي مشكل، عاودي وضح هاد المسألة. وي تاع الزوج ديالي تا هو خارج البعد العالي في المسرحي، هو سينوغراف وميتور اون سان. يعني الأسئلة ديالكم مع فاك، شكون المخرج اللي كتمني تخدمي معاه؟ فين كتلقاي راحتك، واش في المسرح ولا في التلفازة؟ أسئلة زوينة. كنلقى راحتي فيه بجوج بصراحة. هو المسرح فيه ان غران بليزير حيت كتكون نيشان مباشرة مع الجمهور، والتلفزيون من بعد عاد كتشوف لو ريزولتا. هذا هو وشكون المخرج اللي كتمناي تخدمي معاه؟ طارق لافيسي، برافو بور لي كيسيون. المخرج اللي كنتمنى نخدم معاه بزاف بزاف المخرجين بصراحة، فوزي بن سعيدي خدمت معاه في المسرح ومازال ما كتبش في السينما، كانوا دي بروبوزيسيون مي ما كتبوش. وشكون اخر اللي مازال بزاف بزاف ما بغيتش عادل فضيلي اوسي كيعجبني نخدم معاه. المهم هادو اللي طاحوا لي في بالي دابا. شكون هادو اللي ذكرتي دابا ما عمرك اشتغلتي معاهم؟ عادي الفضيلي ما عمرني اشتغلت مع فوزي. سي فوزي خدمت معاه وكتجبني خدمة معاه ونبغي نعاود نخدم معاه. داكا الوغ قالوا لك هاجر غزالة لا تكون دورات تدريبية في مجال المسرح عن بعد، استاذ علاش ما ديريش سي جي بيان كومبري، علاش ما ديريش دورات تدريبية في مجال المسرح عن بعد؟ فكرة زوينة تو تخوف، هادي ديال خولة. فكرة زوينة بصح علاش لا، علاش لا، غير هي شوية صعيبة على المسرح بخاتيك، ما يمكنليناش غير نجلسو ونهضرو، يعني ما غاديش تكون ما غاديش زعما ما غاديش يستافد منها الواحد بزاف هكا عن بعد. شويه فكرت فيها. تحاولي تلقاي لها شي صيغه زعما سفوزه كان مازال كنفكر نشوف شي ابليكاسيون هكا بحال زوم بحال اللي يقدر يكون يعني نقدروا نتلاقاو مثلا مجموعه وخص تجمعهم على قبل هاي في اطار المهم. هي في راسكم اللي بغى اللي بغى هاد الدورات يكتب لها جار وشجعها باش ديرها اللي باختوت. الوغ انا بقول لك كتعجبيني. هابي ماذرز داي ايمان، ثانك يو فيري ماتش. هل يمكن ان تكون اعمال لفتيات مغربيات بالحجاب؟ توجو خوله. اها علاش لا، الا كان الدور ديال السيده دايره الحجاب فغادي دير الحجاب على حسب الدور. شنو عطانا في كاميرا كاشي وفي بركة؟ نعم شنو رايك في كاميرا كاشي وفي بركة؟ زعما واش مو في بركة ولا لا، واش عندك شي راي في هذه المساله؟ انا ما عرفتهاش واش مفبركه ولا ماشي مفبركه بصراحه، ما عندي حتى شي فكره على هذه المساله هذه.
قال لك واش ممكن تحسن شعرك زيرو على قبل دور سينمائي ايت نايت اعطيت لا شو سميتو. علاش لا؟ الا كان الدور عجبني كيلزم انني نحسن شعري، علاش لا؟ الوغ شنو الدور اللي بغيتي تشخصي مازال ما درتي هذه جاوبتي عليها ممتلة صافية تبارك الله عليكم شكرا بزاف على عطونا الأسئلة عفاكم كيف كتعيشي تجربة التمثيل معاقة في الكرسي في مسلسلات قضية العمر كيف كانت تجربتك تكلمتي عليها حتى هي كنت عليها، غير هي صعيبة بزاف. دوزت يامات اللي بصح تقصحت لداخل، يعني بقى فيا بزاف. حسيت يعني بهذيك المعاناة ديال فاش كتبغي تمشي لشي بلاصة وما كتلقاش منين تدوز بهذاك الكرسي، أولا في لي تروطوار، كيفاش غادي تهبط من التروطوار ولا كيفاش غتطلع لو بوس، ولا صح معاناة صعيبة بزاف. وبقيت كنفكر في هذيك الأيام، ضرني قلبي بزاف، وديما كنفكر بشي حاجة اللي نقدروا نعاونوا بها. فريمون كنتمنى أن المجتمع شتي ديالنا المعاناة يفكر ديال ذوي منها. الاحتياجات الخاصة وكنتمنى أن المجتمع ديالنا يفكر فيهم ويفكر في هذا العذاب اللي كيتعذبوا كل نهار. فاتي جوهري الممثلة الغزالة ديالنا كان عندنا موعد معها باش غدا تبلا بس عليك ولكن ما تمكناش لان ظروف ما دابا باقا غادي تدوز معانا دونك تسناو فاتي جوهري كوكو فاتي كتبت لك هاجر وقليبات بوكو دو كور واش كتعطي الدروس في شي معهد مسرحي كونيكسيون هاجر كتسمعيني وي دابا كنسمع. كونيكسيون مشات. قال لك واش كتحسي بأن هناك محسوبية في إعطاء الأدوار انا كنقول لي مكتب ليه شي دور، راه كي ياخده، يعني تكون محسوبية ما تكونش. الا كان مكتب ليك راه تيجي حتى لعندك. مالا خصنا لا كومبيتونس تكون مساء ياسر. الأنوار سامي البشير واش كتعطي دروس في شي معهد ديال المسرح كان قبل من الكونفينمون كنت كندير دي زاتوليي في المركب الثقافي الفقيه بن صالح، ومازال ان شاء الله نكملوهم مورا هاد الكونفينمون كيف كان العمل مع عدنان محيجة مع عدنان خويا. سالو عدنان. عدنان ممثل زوين بزاف وجينيرو يعني، ومرح يعني، الخدمة معاه متعة، كتخدم معاه وانت فرحان وانت ناشط. واصلا مراكشي ويا الناس ديال النكته والنشاط واش كتشوفي راسك في الكوميديا وي علاش لا؟ غير هو مازال ما تاح ليش حتى شي دور يعني في الكوميديا. شكون الممثلة ولا الممثلة اللي تبغي تمثلي معاه بزاف بزاف. ديجا كنتي كتبغي تشتغلي مع فاطمة خيرة وتحقق حلم من الأحلام ديالك الحمد لله صح. فوالا دونك شكرا لكم على الأسئلة ديالكم حديث مع هاجر جميل وشيق كنتمنى تكون قربتكم نفسها أكثر دابا غادي ندوز ولا شفتي حاجة فيها دونك ما كنبقاش أسئلة دونك دابا غادي ندوزو لاختيار فائزة ولا فائزة اللي غيقضي يوم كامل مع هاجر الو حنا غادي نبداو اب صحاب اب بادين عارفين قانون اللعبه خليني نشرح للناس اللي ما عارفينش الو حنا غنبداو لي كونط غوبو غادي نبداو من 10 وحنا كنحسبوا انا وهاجر وانتم غتكتبوا اب 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 كومسا غادي نعزلو في النهايه واحد بالحق ماشي دابا ماشي اللي كيكتبوا دابا اون فوا نبداو لي كونط غوبو غنعزلو فائزه ولا فائزه وغادي يقضي يوم كامل مع هاجر ان شاء الله من بعد الكونفينمون الو نبداو هاجر يلا 10 9 8 7 6 كتبوا اب
5 4 3 2 1 stop. صافي حبستوا لي اب. الوغ 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 او بيف غادي نازل او بيف. الناس اللي بداو كيكتبوا اب من بعد ما بدينا لو كونت ابور. سيناريست فدوى حسيني، مبروك عليك فدوى حسيني. ها جورج شويه ناخذوا كابتشر اكرون. ها فدوى voilà. Alors, donc, Fadwa Hassini, scénariste, bravo Elik, mbrok Elik, le faux dialecte ma Hajar. Je vais vous dire un jour, après le confinement. Hajar, quelle est ma affaire Elik? كنبغي نشكرك على هذه الاستضافه، وبصح برنامج زوين فوجد شويه في وسط هذا لو كونفينمون. انا فوجنا صح، يعني كان جو زوين، وكنتمنى نصيدي ربي يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله، ونرجعوا لحياتنا العاديه، ونقدروا نشوفوا لي بارون ديالنا، ونشوفوا الناس اللي كنبغيوهم. وكنقول للناس بصح جلسوا في ديوركم، جلسوا في ديوركم، عافاكم لما تجلسوا في ديوركم غير حتى يدوز هذا الشيء، وما بقى قد ما فات. نصبر، حاولوا واخا كاين الملل، نحاولوا نصبروا، ويا ربي يا ربي صرف علينا هذا الشيء.